بينورني ويشرفني في هذه اللحظات الأستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير بالأهرام، وأنا سعيد جدا بتواجده في الحقيقة معايا النهاردة. أستاذ ممدوح منورنا. أنا سعيد بوجودي مع حضرتك وهالقناة المحترمة، وكل سنة طيبين. وحضرتك طيب، أخبار حضرتك إيه؟ كل تمام، ربنا يخليك. خليني بس في البداية كده أقول لجمهور النادي الأهلي خبر جديد هو خاص بالنادي، وعايز أقرأ لكم تفاصيل الخبر لأن برضو في هدف آخر من اللي مكتوب نلفت النظر دي. تلقت إدارة النادي ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي، وهو ما يعادل إيه؟ راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غياب. لو حضرتك تفتكروا في 2017 بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون لما مروان محسن جاله قطع في الرباط الصليبي فغاب فترة كبيرة، فالنادي الأهلي كان بيدفع كده كده مرتب للاعب المرتب الخاص بيه. فطبقا للوائح الاتحاد الدولي إن أنت لما بيجي لعيب يتصاب في بطولة دولية معتمدة من الفيفا، فبالتالي الإصابة دي الفترة اللي هيغيب عنها بيتم دفع المقابل الخاص باللاعب من قبل مين؟ الفيفا. النادي الأهلي كان بيدفع بشكل طبيعي وفي انتظار المقابل من الفيفا تعويضا عن هذه الإصابة أو عن مبالغ التي تقاضاها مروان محسن أثناء هذه الفترة. عايز أكمل لحضراتكم الخبر. كابتن محمود الخطيب كان فور تولي المسؤولية طلب من إدارة قطاع كرة القدم حصر كافة الملفات الخاصة بالقطاع المطروحة على الساحات التحكيمية لمتابعتها والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي أمام كافة الجهات. وفي هذا السياق طلب من حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بالنادي متابعة ملف حقوق الأهلي المالية المترتبة على إصابة مروان محسن مع المنتخب الوطني في ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقدمت الزيني لرئيس النادي النصوص اللائحية الكافية في لوائح الفيفا والتي تؤكد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل قيمة رواتب اللاعبين حال تعرضهم للإصابة وكلام من ده. وعليه قامة حنان الزيني التي تبذل جهودا كبيرة في ملف اللوائح والتراخيص بالنادي بما يواكب الأندية المحترفة على مستوى العالم باعتماد الملف من أنا بقرأ أو بقول لحضراتكم التفاصيل ليه؟ عشان ابين واوضح لكل الجماهير الاهلاويه كل الجماهير بشكل عام السيستم اللي بيمشي من خلاله النادي الاهلي في خطوات معينه في اختصاصات لكل فرد داخل القلعه الحمراء. من خلال هذه الاختصاصات كل واحد بيشوف دوره ايه ويحاول يجيب حقوق النادي في كل الاتجاهات، فده شيء مميز. واكيد النادي الاهلي خلاص تلقى 148 الف دولار. خبر مهم معلش ابتدينا بيه الحلقه النهارده يا استاذ ممدوح، لكن عندنا